الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما يسوى علم الله. أما بعد، اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، اللهم أخرجنا من ظلمات أنفسنا وشهواتنا، اللهم فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، وما توفيقنا إلا بالله، فخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، واصرف عنا سيء الأخلاق، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفرج الكرب عنا وعن المسلمين، واخذ الدين عنا وعن المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمانا والمسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، مكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بالعلمين في الدارين آمين. في فقه السادة الشافعية، كتاب أحكام الحج، وهو لغة القصد، وشرعا قصد البيت الحرام للنسك، وشرائط وجوب الحج 7 أشياء، وفي بعض النسخ 7 خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. احنا كنا وقفنا على قوله والبلوغ. يقول في الحاشية: والبلوغ فلا يجب على الصبي لعدم تكليفه، ويثاب على حجه ثواب النفل لوقوعه له نفلا. يبقى لا يجب الحج على الصبي ليه؟ لان اصل الصبي غير البالغ غير مكلف. طب افرض عمل عبادات وهو صبي غير مكلف، ياخد ثواب النفل، ياخد ثواب النفل وتصح منه، كويس؟ فاذا بلغ وجب عليه حج الفريضه. وقوله والعقل فلا يجب على المجنون، لان العقل مناط التكليف، فلا يجب على المجنون لعدم تكليفه كالصبي. والحريه، وقول والحريه اي الكامله، فلا يجب على من فيه رق ولو مبعضا، لأن منافعه مستحقة لسيده، وفي إيجاب الحج عليه إضرار بسيده فليس مستطيعا. يبقى الحرية شرط من شروط وجوب الحج على من بلغ الاستطاعة، كويس؟ والحرية للحرية لازم تبقى كاملة، لأن لو كان عبد يبقى ملك سيده، والسيد له حرية التصرف فيما يملك، فإن أوجبنا عليه كأننا تصرفنا في مال السيد، يبقى حجرنا عليه بلا مسوغ شرعي، وبالتالي فلا يجب على الرقيق حتى لا نحجر على مالكه في ماله. هو عايز عبده يقعد معاه يخدمه، تيجي تقول له لا السنه دي روح حج، طب وبعدين؟ طب ما كده انت تصرفت في مالي، وعشان كده فيه اضرار بالسيد. وبالتالي لكن لو حج، لو هرب من سيده حج، يحرم وحجه صحيح ويحسب له نافلة بلا ثواب، ولكن لو تحرر عليه أن يحج حجة إسلام، كويس؟ طب افرض مبعض، يقول لك حرية كاملة. المبعض اللي هو ايه؟ كان في عبد مشتري اكتر من واحد، انا وانت اشترينا عبد علشان يخدمنا، احنا الاثنين عزاب وقاعدين مش لاقيين حد يطبخ لنا ولا يغسل لنا هدومنا ولا ينضف لنا مكان، فروحنا انا وانت وما عندناش امكانيات ان انا اشتري عبد ليا ملاكي خاص بي، عشان العبد تمنه 30,000 جنيه بر. فروحت انا وانت نازل، اديتك انا 15,000 وانت اديتني 15,000، جمعنا 30,000، جبنا واد عبد كده شباب حلو عشان يخدمنا انا يوم، يطبخ لي يوم، وينضف لي البيت بتاع يوم وانت يوم، كويس؟ بقى العبد ده يملكه 2. طب افرض ان انا جيت بقى ربنا كرمني وتزوجت، وجات لي زوجه كده ايه بقت تخدمني، ولقيت الواد العبد ده عبد وايد طيب ومحترم وامين، وانا انبسطت منه فقلت له روح انت حر، فبقى اسمه مبعض. بعض حر، يبقى هو عبد يوم وحر يوم، يبقى يسموه عبد ايه؟ مبعض. فده برضو لا يجب عليه الحج لو كان مبعضا، واضح؟ طيب ولو كان مكاتبا وعليه حتى قسط واحد، بيشتري نفسه من سيده، اسمه المكاتب،
باقي عليه قسط واحد برضه يبقى لا يجب عليه الحج، لانه العبد عبد ولو بقي عليه درهم يفضل عبد. واضح؟ ولو مدبر يقول له انت حر دبر موتي فحج قبل ان يموت سيده لا تقع عنده عنه حجه فريضه. كويس؟ لازم عليه بعد ما يموت سيده تحرر وعليه حجه اسلام. يبقى في المدبر وفي المبعد وفي المكاتب انواع الرقيق. لو اذن له تقع منه حجه نافله وليست حجه اسلام. كانه صبي بيحج بالظبط، لانه في نقص في الاهليه. قوله فلا يجب الحج اي ولا العمره ايضا، وهو تفريع على مفاهيم الشروط المتقدمه اجمالا وقد علمته تفصيلا. وقوله على المتصف بضد ذلك اي المذكور من الاسلام وضده الكفر والبلوغ وضده الصبا والعقل وضده الجنون والحريه وضدها الرق. قوله بعد ما قال بقى ايه الاسلام والبلوغ والعقل والحريه، قال ايه ووجود الزاد، ووجود الزاد واوعيته ان احتاج اليها، وقد لا يحتاج اليها كشخص قريب من مكه. ويشترط ايضا وجود الماء في المواضع المعتاد حمل الماء منها بثمن المثل، ووجود الراحله التي تصلح له بشراء او استئجار، هذا اذا كان الشخص بينه وبين مكه مرحلتان. احنا قلنا مرحلتان يعني مسافه قصر، يعني حوالي 82 كيلو او 84 كيلو فاكثر، سواء قدر على المشي ام لا. فان كان بينه وبين مكه دون مرحلتين يعني اقل من ال 82 كيلو دول، وهو قوي على المشي لازمه الحج بلا راحله، ويشترط كون ما ذكر فاضلا عن دينه اللي هو الزاد والراحله والمال، يعني فاضلا عن دينه وعن مؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه، وفاضلا أيضا عن مسكنه اللائق به وعن عبد يليق به والباء وتخلية الطريق. كل دي بقى الاستطاعة. كأن وجود الزاد ووجود الراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير دي شروط الاستطاعة. كويس؟ شروط الاستطاعة، مش ولا من استطاع إليه سبيلا، يبقى دي شروط الاستطاعة. فكها كلها وجعلها شروط للحج، فكأن جعل شرط الشرط شرطة، ما يدورش ما يدورش. وتخلية الطريق، والمراد بالتخلية هنا أمن الطريق ظنا بحسب ما يليق بكل مكان، يعني من ضمن الاستطاعة أن الطريق كمان يبقى آمن، ما يبقاش فيه قطع طرق، ما يبقاش فيه حرب، ما يبقاش فيه ناس هيقبضوا عليه، ما ناس هيمنعوه علشان التأشيرة بتاعته أصلا مش تأشيرة حج، ده تأشيرة زيارة ويمكن يمنعوه. يبقى الطريق مش خالي، لازم يبقى ماشي رسمي. فهمت؟ اللي بيعملوه المسلمين المصريين الايام دي ويشتري تأشيرات غريبة الشكل ويدفع دم قلبه وفي الآخر يروح هناك يقبضوا عليه ويجازف، دي عواطف مش علم. يشتغل بعاطفته مش بالعلم، لأنه نفسه يحج. لك أصل نفسي أحج. طب يعبد بنفسه مش بربه، ربه عايزه يبقى عزيز يروح بعزه، مش تروح بنفسك، لا تروح بربك، ربك عايزك تروح بطريقه معينه محترمه، محدش يتجرأ عليك، محدش يهزأك، محدش ياخدك من ايدك وانت محرم يقول لك اجري اجري بلدك، تقول له بس انا محرم، يقول لك ماليش دعوه. وبعدين تقول تتصل بدار الافتاء، طب وانا اعمل ايه؟ انا محرم وفي المطار وبيمنعوني اعمل ايه؟ مش عايزك تقف المواقف دي ربنا خالص ولا تحتار. لكن اللي بيحير نفسه اللي عايز يعبد ربه بنفسه مش بربه، فرق كبير. شغل الدراويش، شغل الدراويش. يبقى لازم تخليه الطريق، يعني الطريق يبقى امن. والمراد بالتخليه هنا امن الطريق ظنا بحسب ما يليق بكل مكان، فلو لم يامن الشخص على نفسه او ماله او بضعه لم يجب عليه الحج. وقول وإن كان المسير ثابت في بعض النسخ، والمراد بهذا الإمكان أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير المعود إلى الحج. يعني أنا ربنا كرمني بالزاد والراحلة والإمكانيات كلها جات لي بس قبل الحج بيوم واحد، طب وأنا هجيب التأشيرة إزاي؟ ما السفارة قفلت، هقطع التذكرة منين إذا كانوا أصلا قفلوا الطيران؟ يبقى مفيش امكان مسير،
لازم يبقى في امكان مسير، يعني ابقى مستطيع في الفتره اللي استطيع بيها اجيب التاشيره واقطع التذكره واسافر والحق عرفات هناك. ادي معناه امكان المسير. لكن انا قبل الحج بيومين الحمد لله ورثت 2 3 مليون جنيه. حلو الحمد لله. بس ما اقدرش اجيب تاشيره. يبقى مش واجب عليا دلوقتي. السنه الجايه ان شاء الله بقى. ليه؟ لان مفيش امكان الطريق المسير. يبقى امكان المسير ده مهم. حتى ولو كان من اهل الخطوه لا يجب علي ان يخطو خطوه يبقى في مكه. فان خطا وصار في مكه زي اهل الخطوه وجب عليه اتمام الحج. لكن لا يجب علي ان يخطوها. شفت قد ايه؟ لان الاحكام متعلقه بالمعتاد وليس بالكرامات. الاحكام منضبطه بالعاده وليس بالكرام. العاده محكمه. قاعده فقهيه كده عند الشيخ، العاده محكمه، فهمت؟ يبقى امكان المسير. ما يمكن فيه السير المعمود الى الحج، فان امكن الا انه يحتاج لقطع مرحلتين في بعض الايام. افرض ان هو يمكنه المسير بس يقطع المسافه اللي المفروض في الزمن المعتاد يقطعها في يوم، هو ممكن يضغط على نفسه ويقطعها في نص يوم، يعني يمشي بسرعه قوي. قال لك برضه لا، لان ده فيه نوع من المخاطره. بدل ما يسوق بسرعه يعمل حادثه. يركب الحصان بتاعه ايام الحصينه وما يديلوش راحته، يقوم الحصان يهلك. ما ينفعش. يبقى لازم ايه؟ حتى ولو كان هيمشي اللي يمشي غيره في يومين يمشي هو في يوم ويلحق، يقول له لا مش واجب عليك السنه دي، السنه الجايه وامشي مستريح مع الناس. شوف قد ايه، يقول له بس نفسي السنه دي. ما ينفعش نفسي. مش واجب عليك. وبعدين يخرج من عند الفقيه برضه يمشي مع نفسه. ما اسمعش كلام. ده اللي بيحصل من كتير من المصريين. ليه؟ لانه نفسه قويه ما ربهاش. ما اعتبرش ان الشرع هو المسيطر عليه، لا ده نفسه هي اللي مسيطر عليه. وبعدين يجي له الشيطان يلعب له بالدين. يزين له العبادات اللي مش مفروضه عليه. يشغله بيها ويترك انه عبادات مفروضه عليه فما يعملهاش. يبقى الحج مش مفروض عليه ينشغل بيه، واجب عليه يقعد يخدم امه المريضه ولا ابوه المريض، يوم ما يقعدش يخدم ابوه وامه. يوم يزين له الحج وما يزينلوش يخدم ابوه وامه. وكله بالدين. بس الشيطان فقيه. يقول له الحج ليس له ثوب الا الجنه. ويقول له الاحاديث اللي انت نفسك مش حافظها هو حافظها اكتر منه. وكل ده في دماغه جوه، دماغه جوه. وبعدين يمشي ورا الشيطان. شفت بقى الأولية يقول لك ايه؟ وراعيها، يعني راعي نفسك، وهي في الاعمال سائمه، وان هي استحلت المرعى فلا تسمي. ازاي فلا تسمي؟ بالعلم، بضابط العلم بقى. يبقى انا راعيها واربطها بضابط العلم، النفس. يبقى العلم واجب في السلوك الى الله وتربيه النفس. والا لو سبت نفسك هتلاقي نفسك بتعبد بنفسك لنفسك. واضح الحكايه؟ فخد بالك منه. لم يلزمه الحج للضرر، كويس؟ لو كان يحتاج لقطع مرحلتين في بعض الايام لم يلزمه، لان كانوا زمان يمشي في اليوم مرحله، يعني سفر اليوم بتاعهم ايام ما كانوا قوافل يمشوا في اليوم حوالي 40 كيلو ويريح كل 24 ساعه يمشوا 40 كيلو، لان فيها راحه يستريحوا، وتاني يوم يمشي 40 كيلو تاني. كانوا في مصر يمشوا في 27 شوال قوافل الحج ايام الشيخ البيجوري، ايام ما كانت قوافل جمال، يمشوا 27 شوال علشان يبتدوا يوصلوا هناك مكه. بيمروا على المدينه الاول كمان، يزوروا المدينه الاول ويرجعوا اخر سفر مصر. يعني الحجاج يطلعوا قوافل الحج من مصر 27 شوال يجوا اخر سفر، لأن الحج كان يمشوا مسافات طويلة. دلوقتي الحمد لله ربنا طولنا الزمان، يعني هوا تركب الطيارة ساعتين في جدة، تركب مش عارف عربية من المطار، هوا تلاقي نفسك بعد 3 ساعات بالمحمول. ألو أنا بطوف، عايزين حاجة؟ أودعي لنا حاجات. بقت نعمة، بقت نعمة. يطلبك كده قدام المقصورة الشريفة، أيوة أنا عند النبي، عايز تقول حاجة للنبي؟ أنا هواجه. والله واحد قال لي كده مرة، كلمني من قدام النبي وقال لي هو المحمول اهو انا موجهه وللمقصوره الشريفه، سلم على النبي. بقيت انا قاعد هنا في المرتبه وبسلم على النبي. حاجه سبحان الله.
ربنا طولنا الزمان والمكان، فبقت دلع يعني، بقت الأمة دلوقتي في دلع شديد، وبالرغم من كده ما بتقولش الحمد لله من قلبها، مش عارفين يقولوا الحمد لله من قلبه. نشوف كلام بقى الشيخ هنا البيجولي، بيقول ايه قول ووجود الزاد، اي ما يتزود به قدر ما يكفيه لكلفة ذهابه لمكة ورجوعه الى وطنه، وان لم يكن له فيه اهل وعشيرة. يعني البلد اللي انت مقيم فيها اسمها وطنك، حتى لو ما كانش ليك اهل ولا عشيرة، لو كنت حتى مقطوع من شجر اسمه وطنك، كويس؟ يبقى لازم عنده الزاد بقدر ما يكفيه فترة ذهابه لمكة ورجوعه لوطنه، فلو لم يجد الزاد وحج معولا على السؤال كره له ذلك. قال لك يا سيدي الاكل كتير ودي مشكلة، وفود الحج كتيرة والحمد لله دي احنا ماشيين، وكل ما اجوع هاكل مع اي واحد بياكل، والناس طبعا بتفرح، يلاقي كده بتفرش حاجة تاكل يقول ممكن اكل معاك، اتفضل. لا ما يصحش، لان في انواع من المذلة، فالشرع مش عايزك تذل نفسك، عشان كده ربنا قال ايه وتزودوا فان خير الزاد التقوى، اي التقوى عن السؤال، التقوى عن سؤال الغير، ودي من مفردات القران، التقوى من اول القران لاخره بمعنى تقوى الله، الا في هذه الايه معناها من حيث السياق والسباق اي ان تتقي سؤال الناس، تسموهم المفردات القران، تلاقيها ليها معنى مفرد في مكان معين، بيت القران غير معناها بيت القران، وان كان يصلح انك انت تاخذها بعد ذلك من وسط السياق وتجعلها معنى عام، وتزوده فان خير الزاد التقوى بمعنى عام يجوز، لكن طول ما انت بتقراها في السياق فمعنى التقوى في السياق هنا ان تتقي سؤال الناس، يعني تستغني بالله وبرزق الله عن سؤال الناس، واضح؟ فلو لم يجد الزاد وحج معولا على السؤال كره له ذلك. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي ما يتقي به ذل السؤال. وقد تقدم أن هذا وما بعده من شروط الاستطاعة التي هي الشرط الخامس للوجوب، فقد تسمح المصنف بجعل شرط الشرط شرطا، قوله أوعيته أي كالغرارة وغيرها، كان زمان يسموه الزنبيل ويسموه إيه تاني الخرج، مش كده برضو اللغة بتاعت زمان القديمة، الخرج الخرج يعني حاجة كده شوال كده يحط فيها حاجته ويحطه على ظهره أو يحطه على البعير ما حاطط فيه أكله شربه وهدومه، ده يسموه إيه الغرارة وغيرها، حتى السفرة، حتى السفرة اللي هي يعني حتى حتة القماشة أو المشمع المفرش اللي يفرشه كل ما يجي ياكله عشان يلم تبقى معاه برضه، عشان ما يحطش أكله على إيه؟ على الأرض. دلوقتي بيجيبوها ديسبوزبل كده، يعني يستعملها مرة ويرميها، مش كده؟ بقت حاجات حلوة، يجيب رول وكل ما يجي ياكل يقطع منه مربع حطه ياكل وبعدين يرميه ويجيب غيره، بقت أمة متدلعة في رحمة ربها دلوقتي. حتى السفرة، وقوله إن احتاج إليها أي إلى الأوعية، وذلك بأن حمل الزاد معه من بلده فيحتاج الأوعية حينئذ، وقوله وقد لا يحتاج إليها يعني إلى الأوعية، وذلك بأن لم يحمل الزاد معه بل كان يكتسب في سفره ما يفي بزاده وباقي مؤنه، لكن إن طال سفره بأن كان مرحلتين فأكثر لم يكلف النسك، ولو كان يكتسب في يوم كفاية أيام، لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض كمرض، وبتقدير عدم الانقطاع فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة، وإن قصر سفره بأن كان أقل من مرحلتين وكان يكتسب في يوم كفاية أيام الحج وزمن العمرة كلف النسك لقلة المشقة حينئذ، وقدر في المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشرة، وهو في حق من لم ينفر النفر الأول، وأما في حق من نفر النفر الأول فهي ما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثاني عشرة، وقدر زمن العمرة بنحو نصف يوم. يعني يقول قد لا يحتاج إلى الغرارة وإلى الزاد وإلى حمله، لو كان مثلا إيه مع أموال وحيقول لك إن في الطريق في مطاعم وفي حتت كل ما أجوع هدخل مطعم كافيتيريا آكل وخلاص، فأنا مش محتاج أجيب معاه، ومش محتاج ياخد معاه هدوم علشان كل ما هدومه هتتوسخ هيشتري هدوم جديدة ويرمي الوسخة ويلبس جديد،
وخلاص مش محتاج بقى يشيل معاه شنط بقى ماشي كده طرزان ينفع طالما معاه، ولو كان برضو قد لا يحتاج اليها علشان يقول لك انا مش هشتري لان انا كل حته هنزل اشتغل فيها اي شغله كده بالاجر ومن خلال هذا الاجر هبتدي اجيب اكل. فقالوا له لا نكلفه هذا بقى لو كان اكثر من مرحلتين، لو كان اكثر من مرحلتين حتى لا نجمع عليه مشقه العمل ومشقه السفر، فيبقى مش فرض عليه بقى يعمل كده كويس خلافا للملكيين فرضوا عليه، لان عند الملكيه الاستطاعه بالبدن، عند الملكيه الاستطاعه بالبدن. لو بتعرف كتب ملكيه يقول لك يعمل كده، الشافعي يقول لك لا ما يعملش كده، واضح؟ لان الاستطاعه عند الملكيه بالبدن وعند الشافعيه ليست بالبدن، بالبدن والمال الاثنين مش البدن بس، واضح؟ طب لو كان السفر اقل من مرحلتين، يعني اقل من ايه؟ من 80 كيلو، ويستطيع ان هو يشتغل في طريقه ده اللي هو القصير ده شغله يجيب مصاريفه فتره الحج اللي هي 3 ايام الحج او العمره اللي هي نص يوم ورجوعه ده قريب مثلا، يبقى نقول له وجب عليك لانه ما فيهاش فيها مشقه كبيره. سهله الحكايه؟ طيب بيدي لك مثال اللي هو بلده قريبه لمكه اللي هو ايه؟ يعني ساعتها ممكن يروح وحتى لو كلفناه يشتغل شغله بسيطه تجيب مصاريفه او ما يشيلش معاه زاد كشخص قريب من مكه، اي بان كان بينه وبينها دون مرحلتين. يعني زي المسافه كده من بين جده ساكن في بلد بين جده وبين مكه. بلد تبقى قريبة في التنعيم مثلا، ساكن في منطقة التنعيم دي بينه وبين مكة يعني 10 كيلو، بيتمشى لها يروح يا حج. أي بأن كان بينه وبينها دون مرحلتين فهذا هو ضابط القرب كما علم مما مر. ويشترط أيضا أي كما اشترط وجود الزاد وأويته وقول وجود الماء بجانب الزاد طبعا الماء، أيوة كذلك على في الدابة اللي هو الوقت في زماننا البنزين، يلاقي بنزين يمون العربيه، واخد بالك؟ اللي هو العلف الدواب دلوقتي بتاعنا بقى البنزين، لو منعوا البترول هنرجع تاني نركب الدواب تاني، هتلاقي على طول ميدان السيده عائشه موقفين في حمير، مش عربيات بقى ما فيش بترول، ايه اللي هيمشيها؟ بقت حته حديد. تاني يوم تلاقي كل الناس واقفه بالحمير والحصن يروحوا شغلهم بيها تاني مره اخرى، ده الواقع. لكن الوقت اللي هنمونه ايه؟ هنمون بالبنزين لحد ما يطعوه، نبقى نمون بالحمار بالبرسيم. وكذلك على في الدابة كما تقدم، وقوله بثمن المثل يبقى الحاجة بثمن المثل، ما يبقاش في غلاء فحش، يعني انتشر الغلاء والحاجة البنزين اللي كان اللتر مثلا بريال سعودي خلوه لنا بعشرين ريال، الله بلاش نحج السنة دي لما يرخص، شوف قد ايه بقى، بلاش نحج السنة يا عم ما يرخص. طب واحد عنده مليارات ايه يعني 10؟ يقول له لا برضه ما تحجش، لان انت كده هتشجع المسلمين اللي بيبيعوا البنزين على الجشع، لا يمتنع، لان دي اخلاق مش مساله ان انا هو انا يعني في ديك الساعه لما اصرف كتير في الحج الحمد لله ربنا موسع علي، ايوه موسع عليك ادي للفقراء، انما ما تديش للطماعين تطمعهم ان هم يزودوا على الناس اسعار المسلم، فاهم؟ فيبقى فيه فلسفة أمة، مش 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 عبادة شخص، دي أمة بتتربى، فهي دي المسألة. وقوله بثمن المثل أي وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان، ولا بد من أن يكون ثمنه فاضلا. وثمن المثل ده بقى اللي هو ثمن الزاد والعلف والراحلة والمال والطعام والحاجات دي كلها، يبقى فاضلا عما يأتي من دينه ومؤنة من عليه مؤنته. لازم اذا كان عليه ديون يبقى الفلوس اللي طالع يحج بيها دي فاضله عن ديون، الوقت بيستدين عشان يحج يبقى مش فقير، ده مش فقير مالناش دعوه. ده في بعض المصالح الحكوميه بتعمل جمعيات ويخصموا من المرتب علشان يطلعوا واحد يحج كل سنه، كل ده شغل مصريين دراويش، شغل مصريين دراويش مش علماء، لان يعني ده تكلفه بلا طائل. ليه؟ ما هو عنده مصاريف عياله والدنيا غلا، تخصم كمان من مرتبه اللي هو مش مكفيه، يقول لك اصلا انا نفسي احج، يبقى ده بيعبد بنفسه. في فرق بقى بين نفسه وبين ربنا فرض عليه، واضح؟ يبقى لازم فضلا عن دينه ولو
غير حال كمان. شوفوا لو دينه ده، يعني انا واخد شقة تمليك وبدفع قسط كل سنة 10,000 جنيه، هخلصهم في 20 سنة، مش طالبين مني الا كل سنة ادفع 10,000 جنيه، يبقى مش واجب عليا حج لحد ما اخلص كل الاقساط لاني مديون. شفت قد ايه بقى مش واجب عليا. طب افرض ان انا عندي زيادة فائضة اهو دلوقتي ومش مطلوب الدين ده، يقول لك روح سدد دينك مرة واحدة، لانه مطلوب الغنية ظلم. خلص دينك مرة واحدة الاول وبعد كده بروح حج، فاضل لك 10 اقساط، روح اديهم ال10 اقساط على الترابيزة مرة واحدة وما تنامش يوم مديون. بعد ما تخلص دينك ابقى حج. شفت الترتيب؟ عشان ما تموتش وانت مديون. مش ممكن تموت؟ لما تموت وانت مديون مش هتسأل عن الحج، لكن هتسأل عن دينك ان كان عندك استطاعة انك تسدده وما سددتوش. فيبقى في اولويات في حياة المسلم لازم يعرف. فالاولويات دي، الاولويات دي مهمة. فعلشان كده بيقول لك ايه؟ ثمنا فاضلا عما يأتي من دينه ومؤنة من عليه مؤنته. مصاريف عليه، بيصرف على اولاده، بيصرف على امه مريضة، بيصرف على زوجته، بيصرف على اخته ارملة، يعني في ناس مسؤولين منه. فيبقى لازم كمان يبقى فاضل عما هم تحت ايه؟ تحت يده في النفقة. قال لك يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال لك الحج؟ قال لك الحج؟ ولا قال لك كده؟ لا، الوقت يروح يحج كل سنة ويلاقي ابن اخوه اليتيم مش لاقي غطا يتغطى، يبقى انا مش فاهم دينه. يقول لك اصل انا لو ما حجتش ما استريحش، لو ما عملتش عمرة العشر الاواخر من رمضان دي كأني مش في رمضان. ما ينفعش. شوف ابن اخوك اليتيم ده اولى. طب شوف عمتك اللي هي مش لاقي حد يصرف عليه. طب شوف اقاربك، شوف امك اللي هي مثلا مش لاقي تجيب حد يجيب لها الدواء وبتروح تتكفف الجيران لما يخلص الانسولين منها، ولا دواء السكر، ولا دواء الضغط، وبعدين تروح تعمل لي عشر ايام في رمضان. يبقى ده مش فاهم حاجه. يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير في المين للوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير. بعد كده بقى فان الله لي عليم. لما تخلص دول عندك الخير واسع، اعمل بقى الخير الكبير بعد كده. ابني جامع، ابني مستشفى، روح حج كل سنه، اعمل عمره رمضان كل سنه، براحتك بقى، خلص الواجب الاول. شفت بقى؟ فلازم الاول واجبات اعملها، بعد كده اعمل الخير بعد كده الزياده. لان ايه؟ ما تقرب عبد الى الله باحب مما افترض عليه. فربنا فرض عليك حاجات معينه تعملها الاول، لان دي احب شيء عند الله. لو ما عملتش الحاجات دي الشيطان يجي للجاهل بقى ايه؟ من جهات تانية، يجيب له عبادات مش مفروضة عليه يفرضها هو على نفسه، ويروح مقصر في العبادات اللي مفروضة عليه أمام ربه، يبقى عابد مقصر. ما هو الشيطان عارف إنك أنت راجل عابد قوي، مش هتترك العبادة. يوم يجي لك إيه؟ يوم راح نقلك من عبادة فرض إلى عبادة سنة، عشان تفضل مقصر برضه. هو عايزك اللي يجي منه أحسن منه، نظام اللي يجي منه أحسن منه. هو مش هيجي الراجل عابد وطيب كده وبيحب ربنا، يحب النبي، ويقول له قوم اشرب خمره، ما هو عارف ان دي مش هيقبلها، دي ما تجيش في باله اصلا. ولا يقول له روح مثلا ايه امشي مع واحده ست في الحرام، دي ما تجيش في باله اصلا، ده راجل عفيف. لكن سهل قوي يجي في باله يكون هذا الرجل مثلا في عنده ربنا موسع عليه اموال وعنده اقاربه فقراء، يقوم يقول له ايه ما تبني جامع. جامع كويس، صدقه جاريه. يوم يستهلك امواله الزائده عنده في بناء الجامع ويترك اقاربه الفقراء يتكففوا الناس. شفت ازاي؟ يفتح له باب تاني، في حين ان هو لو صرف على الفقراء دول كان احسن من الجامع، لان الانسان مقدم على البنيان، القواعد الشرعيه كده مش كده برضه؟ والساجد قبل المساجد، القواعد الشرعيه كده، الساجد قبل المساجد والانسان قبل البنيان مش كده برضه؟ عشان كده قالوا لنا اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، لأن البيت فيه إنسان والجامع مسؤولية المسلمين مجموعة. لكن الإنسان اللي في البيت ده
لو انا ما قمتش بحقي فيه محدش هيسأل عنه. يعني مين هيصرف على اولادي لو انا سبتهم؟ محدش يتكفف. لكن مين هيصرف على الجامع لو انا تركته؟ كل المسلمين. فسهل ان انا اترك الجامع وما اتركش اولادي. كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول، مش كده برضه؟ فلو لم يجد الماء اصلا او وجده باكثر من ثمن المثل او بثمن المثل لكن لم يفضل عن ذلك لم يجب عليه الحج. قول ووجود الراحلة اي في حق المرأة والخنثى مطلقا. طبعا لازم المرأة، ما فيش حاجة اسمها حافرد على المرأة انها تروح تحج ماشي، حتى ولو بينها وبين الحج 20 كيلو. شوف قد ايه لازم يبقى في راحلة للمرأة، لان المرأة طبيعتها الستر وطبيعتها انها ضعيفة تتحملش. لكن ما بينه وبين الحج 20 كيلو، وانا لا اتأذى بالمشي اقول له روح امشي، يلا روح حج. 20 كيلو ايه يا عم؟ انت هتمشيهم في 3 ساعات، صح ولا لا؟ يبقى ايه لو لا يتأذى من المشي وبينه وبين الحج اقل من مرحلتين لا نشترط وجود الراحلة. شفت قد ايه؟ طيب لو كان امرأة او امرد او خنثى، لان الخنثى مجن ان نمشيها مع الجانب الضعيف، لان الضعيف يحكم القوي والقوي ما يحكمش الضعيف. الرسول قال الضعيف سيد الركب، الضعيف سيد الركب، يعني لو احنا ماشيين مجموعة مين اللي يحدد سرعة الركب؟ اضعف واحد مش اقوى واحد. قال سيد الركب يعني ايه؟ في السرعة. انت واخد جدك وماشي تاتا تاتا ومتعكز عليك، ومعاك ولاد عمك ومعاك ولادك ومعاك اخواتك وكلهم يقدروا يجروا، مين اللي هيحدد سرعة المشية؟ الجد، عشان حركته ضعيف. يبقى الضعيف سيد الركب يعني يحدد سرعة المشي. فهمتني؟ فهنا بقى وجود الراحلة اي في حق المرأة والخنثى مطلقا. وفي حق الرجل ان طال سفره ولو قدر على المشي، او قصر سفره وعجز عن المشي. حد الطول والقصر ايه؟ احنا المرحلتين، بحيث يلحقه بسببه ضرر ظاهر. طب افرض ان الراجل ده يلحقه ضرر بالمشي وبينه وبين الحج 20 كيلو، نقول له خلاص مش واجب عليك لما يبقى في راحلة، لانه يلحقه ضرر بالمشي. فهمت؟ لكن لا يلحقه ضرر بالمشي نقول له لا روح حج. فيشترط في حقه وجود الراحلة لمن عجز عن المشي كالبعيد عن مكة، فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة. طب افرض بقى الراحلة كان زمان يركب الجمل، يركب الجمل من غير هودج، يوم يفضل بقى طول السكة قاعد كده، بس هو ده عنده انزلاق غضروفي ما يستحملش الجمل، يفضل يمطوح فيه كده اهو لمدة أيام، واخد بقى يجيله شلل، العمود الفقري بتاعه يحش يتحس. يبقى لازم له محمل، يعني يعملوا له حجرة كده على الجمل تشيله كده يبقى مظبوط، ويعملوا له حاجة اسمها الكنيسة اللي هي ايه زي حطاقة زي عصيان كده تسبط له المحمل، زي بالظبط السندة بتاع الجبس، تقوم بحيث اما يجي اما يجي الجمل يتحرك ما تعكس حركة الجمل ده للي راكب فوق، يبقى كأنه راكب مستريح. شفت قد ايه؟ يبقى ده لو تعب بالراحلة يبقى نقول له محمل، نجيب له المحمل. فهمت؟ طب المحمل مش كافي، نجيب له الكنيسة، اسمها الكنيسة اللي هي العصيان، يسموها الكنيسة برضه، لان الكنيسة معناها الشيء اللي هو ايه متحوط في مكان معين. عشان كده النصارى لما بيتعبدوا في مكان معين سموه كنيسة، لانه مكان محاط بشيء بحاجة معينة، فأي حاجة محاطة بشيء معين يسموه كنيسة لغة العرب، واخد بالك؟ ثم بعد ذلك اشتهرت في مكان عبادة النصارى، لكن هنا معناها اللغوي أوسع. يعني بالعربي لو واحد ما يستحملش يسافر في الباخرة لكن سفر الطائرة بالنسبة له ميسر، يبقى مش لا يجب عليه الحج إلا لما يحصل ثمن تذكرة الطائرة. لكن لو معاه تكاليف حج بالبحر وهو ما يستطيعش يتحمل البحر نقول له مش واجب عليه، استنى بيبقى معاك تكاليف حج بالطائرة. شفت بقى ازاي؟ يبقى كل واحد على حسب إمكانيته. فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط محمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية، وقيل بالعكس محمل ومحمل، وهو الخشب الذي يركب عليه ما عديل يجلس معه في المحمل حيث لاقت به مجالسته.
كان المحمل زمان يتعمل كده اهو، يبقى زي ما تقول في كرسي على الناحيه دي وكرسي على الناحيه دي، فلازم لما يجي يقعد هنا لازم يبقى في واحد وزنه قده يقعد الناحيه التانية، يسموه عديل عشان يبقى موزون. فهمت؟ لازم بقى العديل ده كمان يبقى دمه خفيف على قلبه. اه لو كان دمه تقيل على قلبه مش واجب عليه حج، لان ده هيطول بيهم السفر، فهيفضل بقى دمه راسخ على قلبه كده مش هيعرف حتى يذكر ربه وهو منشرح. فهمت ازاي؟ ما بيعرفش يتكلم، بيتجرع عليه، بيتريق عليه طول النهار، قاعد يقول في نكت وهو الراجل عايز يقعد يقرا قران، يعني صحبته مش حلو. فهمت؟ ومفيش الا الواد ده اللي هو ما بيستريحلوش، ده يبقى مش واجب عليك. لما يتيسر ليك عديل مناسب يليق بايه؟ بوقارك ويليق بصحبتك. فهمت؟ كل دي تفريعات علشان يبين لك روح الشرع انها تريد منك انك انت ما تبقاش ملتفت وانت بتعبد ربك لاي شيء اخر. اي حاجه تنكد عليك ابعد عنها عشان تبقى بتعبد ربك كده خالص. شوف قد ايه؟ لانه لطيف بعباده. مع عديل يجلس معه في المحمل حيث لاقت به مجالسته وقدر كمان على مؤنته، يعني يقدر كمان يكلفه معاه سفر او اجرته ان كان لا يخرج الا بها لتعذر ركوب شق محمل لا يعادله شيء، فلو لم يجده لم يلزمه النسك، وان وجد مؤنة الحمل بتمامها الا ان تكون العادة جارية في مثله بالمعادلة بالاثقال واستطاع ذلك فلا يبعد لزومه. طب قال لك افرض ان عادتهم ان لما ما بيجدوش رفيق في المحمل يقوم يحط ثقل يحط شيله في المكان التاني يقوم يتعدل، ودي العادة الجارية، خلاص يبقى لازمه الحج لو هي دي العادة الجارية. طب دي مش عادة جارية ودي هتبقى على غير المعتاد، وهو اصلا يشق عليه ان يسافر لوحده مش لاقي حد يرغي معاه ولا يشعر بأنس، يبقى ما يجيبش عليه. فهمت ازاي؟ يبقى دي على حسب ظروف كل حال، خلافا لقول الخطيب بعدم اللزوم ولو جرت العاده في مثله بالمعادله بالاثقال. الخطيب الشربيني قال حتى لو كانت العاده بالمعادله بالاثقال لا يجب عليه الحج، لان الانسان في الحج بيحتاج رفيق برضه يكلمه يقول له حاجه يناول له حاجه يؤنسه حتى، كما هو ظاهر كلام الاصحاب، خصوصا ان زمان كان السفر بياخد مسافه طويله، بيقعد ايام طويله، يقعد 40 يوم على ما يوصل لمكه وعلى ما يوصل 40 يوم، ده مده طويله، عايز برضه صحبه حلوه مش صحبه تضايق. دلوقتي ما تفرقش بقى في الزمن بتاعنا ده، ما يفرقش تركب طياره تقعد ساعتين حتى لو قعدوا جنبك اتقل دم في الدنيا تستحملها وتعدي سهله، ولا لازم جنب الشباك عشان تتفرج على الطيارة؟ مش كده، مش في الطرقة علشان مش عارف ايه المضيفة لما بتعدي كده بتلمسني كده وانا شافعي بتنقض وضوء، ما ينفعش، يعني لازم ايه الحكاية تبقى حلوة كده تبقى سهلة. ليه؟ لان المدة بسيطة تقدر تتحمل مشقتها شوية، هي ساعتين وهتنزل، غير بقى زمان الفقهاء زمان كانوا يدققوا في الحاجات دي. ليه؟ في موضوع السفر وتفاصيله 40 يوم 60 يوم مسافرين مدة طويلة، فيبقى ما ينفعش. يبقى علشان كده لما نكتب الفقه الجديد نراعي بقى ايه المواصلات الحديثه والمدد البسيطه، هتلاقي الكلام ده كله ما يتقالش، لكن الكلام ده لما بتدرسه بيديلك الحس الفقهي، بيعلمك ازاي الفقيه بيفكر. فهمتني ازاي؟ بيديك بقى الملمس اللي هو ازاي الاسلام بيراعي يعني نفسيه الانسان المسلم، وان هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بيديلك هذا المعنى، وإن كان ليس له تطبيق حاليا في حياتنا. ولو لحقه مشقة شديدة بالمحمل أيضا اعتبر في حقه الكنيسة، وهي أعواد مرتفعة من جوانب المحمل يوضع عليها ستر يدفع الحر والبرد، ده يعملها له كده زي إيه؟ زي حجرة كده بقى، كمان يبقى قاعد كده مش حدش شايفه ولا شايف حد، ولا يجي عليه شمس ولا يجي عليه ريح ولا ألاطة بقى، لوج لوج كده، واخد بالك؟ ده كبار الزوار ما يجراش حاجه، انا ما عنده الامكانيات اللي يدفع فيها التكاليف دي يدفع. ويعتبر ذلك في حق المراه والخنثى وان لم يتضررا. وطبعا الكنيسه دي اللي هي بالمستوره دي مطلوبه في المراه والخنثى، مطلوبه، انما الرجل مطلوبه احيانا
لو كان يتضرر بغيره. انما المرأة، لان ايه؟ المرأة مبناها الستر ومبناها انها ضعيفة، فلازم نراعيها، لانه استر واحوط لهما. والراحلة في الاصل الناقة التي يرحل عليها او يرحل عليها، والمراد بها هنا ما هو اعم منها، ولو بغلا وحمارا بل ولو آدميا حيث لاقى به ركوبه. كان زمان يبقى الناس عتاولة كده يشتغل شيال يشيل واحد يوصله عادي، كان زمان كده من قرون. يعني لما تعرف كتب زمان من القرون القديمة، لما تلاقي مثلا الدنيا بتمطر تلاقي واحد واقف في الوحل وياخد الشيخ يركبه على كتفه ويوصله الجامع عشان الوحل ما يوسخوش. كان زمان عادي يديله درهم يديله بتاع عادي. يعني كل الحاجات دي كانت موجودة في العصور ايه القديمة، لما كانش فيه بقى سيارات كانش فيه الحاجات دي. قوله التي تصلح له، ظاهر انه يشترط فيها ان تليق به. وانت الوقت لحد دلوقتي ما انت بتروح تشوف في الطواف بتلاقي الناس بتقعد الناس على سرير ويشيلوا اربعة ويطوفوا، يبقى هنا لا ركوبها بني ادمين اهو هم اللي ركبهم، مش كده برضو؟ يعني الى الان بتلاقيها مطبقة يعني بعض الظروف تجدها. قوله التي تصلح له، ظاهره انه يشترط فيها ان تليق به. وبه قيل، لكن المعتمد عدم الاشتراط هنا، وبه قيل التي تصلح له، يعني ايه الراحلة التي تصلح له، ظاهره انه يشترط فيها ان تليق به، يعني بمقامه. يعني اذا كان رجل كده يعني من الاعيان يبقى يركب راحلة تكون يعني مزينة ايه الزينة بتاعت الناس الاعيان. هل يشترط تليق به في الحج ولا يشترط تليق به في الجمعة بس؟ لكن في الحج لا. فبعض العلماء قال لك في الحج كمان تليق به كويس، لكن المعتمد عدم الاشتراط في الحج، انت انها تليق به، يكفي انها تبقى مريحة بس، لكن مش شرط تبقى تليق به. فهمت ليه؟ طيب لان الجمعة لها بدل، فهمت، والحج لا بدل له، بخلاف نظيره في الجمعة فانه يشترط هناك في الدابة التي يركبها ان تليق به. والفرق ان الجمعة بدلا وهو الظهر وليس للنسك بدل، فالحاجة اللي ملهاش بدل ايه نقلل القيود، والحاجة اللي ليها بدل نزود القيود، ما يجراش حاجة، لان اذا زادت القيود قل الموجود، مش كده برضو؟ كلما زادت القيود قل الموجود، واحنا مش عايزين نقلل الموجود في الحج لانه لا بدل له، فنقلل القيود، نقول يكفي ان تبقى الركوبة مريحة مش مهم تليق به. طب وفي الجمعة؟ لا، تبقى مريحة وتليق به. طب ليه في الجمعة قلنا تليق به وفي الحج قلنا لا مش شرط تليق به؟ لان النسك لا بدل له، والجمعة لها بدل وهي الظهر. فهمت؟ فهمت بقى ازاي الفقيه بيفكر؟ ازاي الفقيه يعرف يطبق الاحكام لما يرتبط عنده ذهنه يبقى عنده العقلية الفقهية؟ ادي الحكاية. يوم ما يبقى فاهم يوم العامي بقى يقول شوف يا اخي، اللي هو مش فاهم بقى الفقيه بيفكر ازاي؟ قالوا يقول له انا ما بلاقيش عربية مناسبة تجيبني يوم الجمعة، يوم يقول له طب صليها ظهر. وبعدين لما يجي واحد تاني يقول له انا مفيش عربية توديني مناسبة بيا للحج، يقول له لا ده مريحة اركبها، يقول شوف الفقهاء بيلخبطوا بقى الجمعة ولا الحج، لانه بيع ايه مخه مش مخ فقيه. الفقيه بينزل للشيء اللي ليه بدل، يبقى الفقيه يرى الفرق الذي لا يراه الجاهل. وعلشان كده العبرة بالفقيه، كلما ازداد فقها كلما رأى في الامور المتشابهة فروق يميز بينها في الحق. وده اللي يميز على فكرة فقيه من فقيه، كل ما كان الفقيه دقيق وربنا منور كده بصيرته كل ما يجد فروق لا يجدها غيره. زي مثال الدكتور علي جمعة في هذا الزمان، كل العلماء في الزمن بتاعنا ده او اغلبهم عندهم ان القرض اللي تسدده ازيد منه يبقى ربا مطلقة كويس. جاء الدكتور علي جمعة قال لا ده في قرضان، قرض استثماري انا هاخده اتاجر بيه، وقرض استهلاكي هاخده اصرفه، فهناك فرق.
وبالتالي يختلف القرض اللي انت هتاخده تعمل بيه ايه، ويختلف الحكم على حسب. اذا كان استهلاكي فاذا جرى النفع ربا، واذا كان استثماري هتخش في التجاره فلك ان تدفع زياده لان مقابل الاستثمار. شفت بقى ازاي؟ وفرق بين ايه؟ بين مساله كان الفقهاء اللي قبليه يظنون انها واحده، هو طلعها حتتين. ليه؟ لان كلما تعمقت وكلما وفقت وجدت الفرق فيما لا يجده غيرك هناك في الفارق. كويس؟ ودي الدقه اللي بتخلي فقيه يتميز على فقيه. فقيه يتميز، ودي نقطه هامه. عشان كده الفقيه ما يعترضش على فقيه مثله، والاجتهاد لا ينقب بالاجتهاد. ليه؟ لان قد يكون المجتهد الاخر ده اطلع على فرق انا لم اطلع عليه، فلا انقد اجتهاده باجتهادي، بل اسلم له اجتهاده وانا مسؤول عن اجتهاد نفسي، لكن ما اعيروش على اجتهاده. فهمتني ازاي؟ عشان كده طول عمر الامه تجتهد وما تعيرش بعضها، وتختلف في الفروع وما يعادوش بعضهم. لكن لما بقينا في زمن الجهل بقينا نعادي بعضنا على الخلاف في الفروع وعلى الخلاف، ونجعل الفروع اصول ونجعل الاصول مش عارف ايه، وبقت الحكايه خناقه كبيره. ربنا يفضها على خير. قوله بشراء يعني تبقى الدبه دي تصلح له، بشراء تصلح له هنا يعني مش تليق به بقى، تصلح له يعني تريح، يا اما بشراء او باستئجار. يا اما بشراء او انت بتشتريش طياره، انت بتشتري تذكره يعني كانك اجرتها، يبقى بشراء او استئجار. لما تبقى من الامراء كده تشتري طيار جراش حاجه، ما يجراش حاجه اشتري، انا مش معترض يعني، انا موافق، بس لما تشتريها ابقى خدني معاك وانت بتحب. قوله بشراء متعلق بوجود، والمراد بشراء بثمن المثل. متعلق بوجود يعني بوجود الراحله، يعني وجود راحله. وجود ايه؟ وجود الراحله. يوجدها ازاي؟ بشراء. يبقى شراء هنا متعلقه بايه؟ بوجود. بثمن المثل برضه، يبقى تمنى ثمن المثل ما تبقاش اغلى. وقوله او استئجار اي باجره المثل برضه. قوله هذا اي اشتراط وجود الراحله. وقوله اذا كان الشخص، لو قال الرجل لكان اولى، لما علمت من ان المراه والخنثى تعتبر الراحله في حقهما مطلقا لان شانهما الضعف. وقوله سواء قدر على المشي ام لا، لكن يندب الحج للقادر على المشي خروجا من خلاف من اوجبه اللي هم الملكيه. والركوب افضل من المشي على الراجح. والركوب افضل من المشي على الراجح. ليه؟ مع ان المشي فيه مجهود اكتر، لان النبي حج راكب، فعل النبي هو الاعلى. كويس؟ يبقى الركوب لو هتفكر انت بمخك مش بمخ الفقيه تقول هذا اللي يمشي يتعب اكتر، يبقى المشي افضل. لا، تشوف النبي عمل ايه، الفقيه يشوف فعل النبي. كويس؟ وقول وهو قوي على المشي، على المشي اي وعلى حمل زاده واويته او وجود ما يحمله عليه، فان ضعف عنه بحيث يلحق به ضرر ظاهر اشترطت في حقه الراحله كالبعيد عن مكه كما مر. يعني افرض الرجل القريب اللي بيقدر يمشي ده، وقلنا له ادام بتقدر تمشي ولا تتاذى وانت رجل لست امراه وانت قريب اقل من مرحلتين وجب عليك الحج ماشيا، افرض ان هو يقدر يمشي لا يتأذى لو كان مش شايل حاجة، لكن لو شال معاه حاجته يتأذى، يبقى مش واجب عليه. شفت قد ايه بقى؟ فهمت المعنى؟ قول ويشترط كون ما ذكر اي من الزاد واوعيته والماء بثمنه والراحلة ومثلها ما يتعلق بها من المحمل والعديل والكنيسة وقول فاضلا الى اخره، ذكر انه يكون فاضلا عن اربعه اشياء، ولا بد ان يكون فاضلا ايضا عن كتب الفقيه الا ان يكون له من تصنيف واحد نسختان فيبيع احداهما. كتب الفقيه بالنسبه له مهمه، حياته لما يلتبس عليه امر بيرجع لها. ما اقدرش اقول له بيع كتبك وروح حج، اصله كان زمان الكتب ما كانش فيه مطابع، الكتاب كان غالي. يعني انا كان احد اجدادي قال لي ان فتح الباري بشرح صحيح البخاري قبل المطبعه، قبل ما تطلع المطابع، كان تمن وهو مخطوط بتمن فدان ارض في المنوفيه. يعني تشتري الكتاب يا تشتري فدان ارض. شوف قد ايه، فكانت الكتب غاليه، لان انت بتوصي واحد يقعد يكتبه لك سنه، وبعد سنه تستلمه منه الكتاب، يعني قاعد شغال النهار يكتب لك في كتاب واحد سنه، هتدي له اجره سنه،
تلاقي نفسك اديت له مثلا ربع مليون جنيه عشان يبقى عندك كتاب بس فتح الباري بشرح صحيح البخاري، اللي انت دلوقتي تنزل المعرض تجيبه ب 200 جنيه ب 500 جنيه مهما جبته هيبقى ارخص من لو كان قبل المطبعه. فاهم؟ فالفقيه يبقى عنده كتب لا تقدر بمال ايام ما قبل المطابع، فلا يكلف الفقيه بيع كتبه عشان يبقى يبلغ حد الاستطاعه في حج، لان كتب الفقيه هي ادوات مهنته، فما كلفوش يبيع ادوات مهنته اللي هو بيحتاجها، الا ان يكون عنده من كتاب اكثر من نسخه، يبقى ساعتها نكلفه نقول له طب النسخ المكرره بيعها وروح حج. فهمت بقى؟ كذلك لا اكلف راجل جراح، جراح اوعيه مثلا في الات الاوعيه الدمويه دي ساعات يجيبها مثلا ب 200,000 جنيه خاصه بيه، اي ما راح المستشفى حطيتها في شنطه ورايح يعمل حالات وبيمشي، ما كلفوش، بيع نصها عشان تبقى مستطيع وتحج. لا دي امال هيعالج المرضى بايه؟ دي الات مهنته. طبيب عيون فاتح عيادته وجايب جهاز ليزر ب 3 4 مليون جنيه وجايب مش عارف ايه ب 2 مليون، يعني مكلف عيادته ولا المستشفى بتاعته 20 30 مليون جنيه ومعهوش بقى يحج، ما كلفوش يبيع ادواته عشان يروح يحج. شوف قد ايه، او حتى جزء منها، كل الحاجات دي تراعيها، لان دي بالنسبه له كتب الفقيه، دي بالنسبه له هي كتب الفقيه. ما يجيش الراجل اللي بيزرع وعنده مكن ري وعنده مثلا آلات حرس كهربائية وعنده ثلاجات عشان يخزن فيها المزروعات بتاعته بعد ما يحصدها لحد ما يبيعها قبل ما تبوظ، فعنده حاجات دي لما تقدرها تلاقيها ملايين الجنيهات، مش مكلف اقول له بيعها وروح حج، مش مكلف، لان دي حاجته اللي بيشتغل بيها. فهمت بقى ازاي؟ يبقى لابد ان يكون فاضلا ايضا عن كتب الفقيه، الا ان يكون له من تصنيف واحد نسختان فيبيع احداهما، وعن خيل الجندي وسلاحه، اللي هي واحد شغلته جندي والسلاح ده بتاعه اللي هو مهنته، ما ينفعش اقول له طب ما تبيع يا اخي المدفع بتاعك ده وبيع، ما ينفعش. كان زمان السيف والدرع والخيل ثروه، طب ده راجل مقاتل، ده لو باعهم، عارف انت درع سيدنا علي اللي كان بيلبسه ده كان ثمنه 300 دينار، الدينار 4 كيلو وربع ذهب، يعني كان ثمنه 4 كيلو ذهب وربع، شوف 4 كيلو ذهب وربع كام الف دلوقتي، مبلغ ضخم، ده ثمن ايه الدرع بس. طب وهات السيف بقى ثمنه كام، وهات الفرس العربي الاصيل دلوقتي ثمنه حوالي 2 3 مليون جنيه وقد يفوق اكثر من هذا. يبقى لو واحد ما عندوش الا درعه وسيفه وفرسه ده عنده بتاع 10 مليون جنيه، ما يكلفش يبيعهم عشان يروح يحج. شفت ازاي؟ ليه؟ لان دي حاجته اللي بيحارب بيها وبيقوم بمهنته، ده جندي، ده راجل جندي مستني الامام يقول حي على الجهاد ويروح طالع له، انما تقول له باع وحج، طب وبعدين؟ فهمت بقى ازاي؟ شفت بقى ازاي الفقيه بيفكر؟ وعن خيل الجندي وسلاح، طب انا مش جندي، انا راجل امكانيات، انا راجل جراح مش جندي، لكن انا ابويا كان جندي ورثت عنه درع ورثت عنه سيف ورثت عنه حاجات غاليه من دي، لكن انا لا استعملها لانه شويه، يبقى اكلف بيعها واحج، يكلف بقى هنا بيعها واحج، لان انا مش جندي ده انا جراح، لكن ما اكلفش ابيع ادوات الجراحه بتاعتي واحج. فهمت بقى ازاي؟ راجل حداد عنده مصنع حداده وعنده ادوات لحام وعنده شغلته، ما تقوليش بيع ادواتك دي وروح حج، ما ينفعش. لكن ورث الحاجات دي عن ابوه، هو مش حداد، هو اصلا راجل بيشتغل مهندس، بيشتغل كاتب، بيشتغل محاسب، بيشتغل محامي. اقول له يا اخي ما تبيع وروح حج يا اخي، ما الحاجات دي تقفلها. فهمت بقى الفرق؟ امتى اقول له بيع وامتى ما تبيعش؟ على حسب، دي حاجه بيستعملها ولا ما بيستعملهاش. فهمت؟ وعن خيل الجندي وسلاح المحتاج اليهما، وآلة محترف، برضه ما يكلفوش المحترف اللي عنده حرفه ده يبيع آلته. وبهائم زراع، برضه عنده بهائم بيزرع بيها، ما ينفعش. ونحو ذلك، لا عن مال تجارته وضيعته بالدار المعجمه. لا عن مال تجارته وضيعته.
بالضاد المعجم وهي العقارات التي يستغلها، بل يلزمه صرف مال التجارة وثمن البيعة وإن بطلت تجارته ومستغلاته. التجارة بقى غير الحاجات دي، التجارة ده مال دوار. أقول له يا أخي أنت واجب عليك الحج، يا أخي بيع تجارتك دي وخد جزء من مالك الدوار ده وحج، ده مال بيدور. فهمت؟ عندي عقارات وبأجرها مش ساكن فيها، أنا ما كلفش المسلم يبيع مسكنه اللي ساكن فيه عشان يحج، لكن هو عنده مساكن كثيرة بيأجرها، بيع واحد منها يا أخي وروح حج. فهمت بقى الفرق؟ هنا مش محتاج ده، لكن هنا محتاج. واضح؟ وضيعته بالضاد المعجم وهي العقارات التي يستغلها، بل يلزمه صرف مال التجارة وثمن الضيعة وإن بطلت تجارته ومستغلاته كما يلزمه صرفها في دينه. ليه؟ أسهل فقيه على إيه؟ قال لك على الدين يا أخي، ما هو لو عليه دين بنعمل عليه تفليسة ونجيب تجارته دي كلها نبيعها ونديها للمديونين للدائنين، مش كده برضه؟ طب خلاص، ودين الله حق أن يقضى. شفت الفقيه إزاي أسهل؟ لكن لما يبقى عليه ديون ومعاه آلات مهنته ما يجيش القاضي ويبيعها له، لأن هيبيع آلات مهنته اللي بيتكسب منها هيزوده فقر. لكن القاضي يحجر عليه على مجهوده، يقول له طب اشتغل وهات لي ايرادك بقى لما سدد الديان، وما يبيعش آلات مهنتي، وإلا هيحوله إلى إنسان أكثر فأكثر فقرا. واضح؟ لكن القاضي يحجر على أملاكه ممكن، لكن ما يحجرش على أدوات تجارتي. واضح؟ وفارق المسكن والخادم، الحاجات دي فارقت المسكن والخادم، وانه مش بيع الخادم ولا بيع المسكن، بانه يحتاج اليهما في الحال وما نحن فيه يتخذ ذخيره للمستقبل. والمستقبل ده بيد الله، انت مطلوب عليك الوقت، طب وبكره؟ سيبه لله. واضح؟ قوله عن دينه، اي ولو مؤجلا او لله تعالى. ولو الدين مؤجل لازم يبقى تكاليف الحج فايضة عن دين ولو مؤجل. واضح؟ ولو لله تعالى يعني ايه؟ يعني عليه زكوات 10 سنين ما دفعهاش، يجمعها تطلع لها بتاع 50,000 جنيه، خلاص يطلع زكوات ماله الاول، مش يقول طب اما حج وما ارجع بطلع زكوات، لا طلع زكوات مالك الاول، خدت بالك؟ أو كان نذر نذور، نذر نذور عليه نذور كثيرة، نذر يذبح عجل مرة لو حصل كذا، ونذر إن هو يعمل مش عارف يبني مسجد لله في المكان الفلاني، يبقى واجب عليه وقف نذوره بقى الأول، لأن يفرجها على نفسه الأول، بقت ديون لله في حق. فهمت؟ وقوله عن مؤنتي، من عليه مؤنتهم أي كزوجته وفرعه، فرعوا اللي هم أولاده وأولاد أولاده وأحفاده، وأصله اللي هم آباءه وأمهاته وأجداده وجداته، الأب وإن علا والابن وإن سفل، مش كده برضو؟ سفل يعني نزل، مش سفل يعني يبقى سافل يعني. وجمع الضمير في مؤنتهم نظرا لمعنى من عليه، نظرا لمعنى من اللي هو اسم الموصول، اصل من ده اسم موصول يبقى عن الجمع وعن المفرد. وقول مدة ذهابه وإيابه، أي مدة ذهابه إلى مكة، وهو بفتح الذال، قال تعالى وإنا على ذهاب به لقادرون، ورجوعه إلى وطنه ومدة إقامته في مكة أيضا. وقوله وفاضلا أيضا، أي كما يشترط كونه فاضلا عن دينه ومؤنة من عليه مؤنتهم. وقوله عن مسكنه اللائق به، أي ما لم يستغن عنه بسكن الربط ونحوها. يعني افرض انه هو راجل كان عايش الحمد لله في سكن لائق بيه، وبعدين الحمد لله جوز ولاده ومراته ماتت، وبقى عايش لوحده في قصر، وهو ما يتضايقش، يعني ما يتضايقش، طبيعته النفسية تتحمل هذا، انه يبيع القصر ده ويسكن في شقة ضيقة وبقى عايش لوحده، والفرق ده يروح يحج، يبقى ما يجراش حاجة، يبيع ويروح يحج ويسكن في الشقة. فهمتني ازاي؟ ما لم يتأذى. واضح؟ ما لم يستغني عنه، ما لم يستغني عنه بسكن الربط ونحوها، يعني الأماكن الضيقة أو المقندات المعدة للسكن، وإلا بيع مسكنه وصرف ثمنه في ذلك. يعني
لو استغنى عنه كده نقول له بيع مسكنك وروح حج، طالما تقدر تستغنى عندك بديل، طالما عندك بديل خلاص بيع يلا على بركة الله. وقوله عن عبد يليق به، أيوة يحتاج إليه في خدمته لزمانته أو منصبه، يحل محل العبد اللي بيخدمه إيه؟ عربية بيقضي بيها مشاوير الوقت، يعني بعض المصالح، وما يقدرش هو يقف على الأوتوبيسات ولا يزاحم ولا يقدر ينزل يركب التاكسيات، كل ما يركب تاكسي يلاقي سواقين التاكسيات طماعين يقوم يتخانق معاهم ويقضي بقية يومه في الشرطة ويعمل مشاكل. يبقى ما نقولوش بيع عربيتك بقى، هديك انت محتاجها، ما نقولوش بيع عربيتك روح حج، محتاجها بيقضي بيها مصالحه وبتكفيه الخناقات مع بتوع التاكسيات وتكفيه الوقوف على محطات الاوتوبيسين، لان دي محل عبد اللي كان يخدمه زمان يقضي مصالحه. يبقى تشيل العبد في الزمن بتاعنا تحط السياره، بتاع السياره بتاعته موديل السنه دي ومرسيدس وفول اوبشن، وهو ما يعرفش يركب اقل من كده، طبيعته النفسيه ما تستحملش. ما نقولوش بيعها وقت عربيه سنكوحه موديل سنه حاجه و40 عشان تعطى بيه كل شويه ونقول له الفرق روح حج، ما ينفعش كده هترهقه. هو متعود تبقى العربيه بتاعته مريحه، ينزل يدورها الدور مش ينزل يدورها طب زقوني كده، مرمطت انت فهمت؟ وما تمرمطوش، ما تمرمطوش المسلمين ارجوك يا فقهاء، لازم كل واحد يبقى ايه تراعي اللي قدامك ده ايه شكله، لان في طباع نفسيه مختلفه. مش تقول طب بيع العربيه وهات موتوسيكل يا اخي، طب ما ما ينفعش. لو راكب موتوسيكل وكان راجل مثلا كان رئيس محكمه او كان استاذ في الجامعه وعلى المعاش، او كان مثلا امام مسجد كبير وبقى على المعاش، عايز يركب موتوسيكل يعني يمشي وش شرك، مش بتاعته دي، مش شغلته، حتى لو ركبها تبقى منتقده فاهم، لانه لا يليق به. قول وتخلية الطريق، أي كونه خاليا من نحو سبع وعدو، والمراد لازم ذلك وهو أمنه، يعني لازم تخلية الطريق اللي لازم بتاعه إيه؟ الأمن، يعني إن الطريق يبقى خالي من إيه؟ من المضار ومن القواطع. قد تكون القواطع دي حيوانات، قد تكون القواطع دي حروب وأعداء، قد يكون عصابات، قد يكون أي شيء، قد يكون تأشيرة مش مناسبة ويمنعوه ولم يحصل عليها، كل الحاجات دي قواطع. والمراد لازم ذلك وهو أمنه، كما أشار إليه الشرح بقوله المراد بالتخلية هنا أمن الطريق إلى آخره. ويجب ركوب البحر إن تعين طريقا وغلبت السلامة في ركوبه. افرض طريقه من بلد ولحد مكة لازم يركب البحر، وركوب البحر آمن غالبا، يبقى وجب عليه يركبه. طب افرض اتعقد من ساعة العبارة بتاعت السلام دي اللي غرقت، اقول له خلاص يا سيدي ما تركبوش، مش واجب عليك تركب البحر، مش واجب كويس. يبقى انت ويجب ركوب البحر ان تعين طريقا وغلبت السلامة في ركوبه، لازم كده تعين طريق، يعني مفيش طريق غيره وغلبت السلامة. طب افرض في طريق غيره يبقى خلاص ما يجبش ركوب البحر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف على امته تركب البحر، كان سيدنا عمر بن الخطاب كان يخاف على المسلمين انهم يركبوا البحر، يعني يقول كدت ان احرم على المسلمين فترة خلافتي ان يركبوا البحر شفقة علي سيدنا عمر، واخد بالك. وغلبت السلامة في ركوبه كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، فان غلب الهلاك، ان غلب الهلاك يعني سكة اللي يروح ما بيرجعش غالبا، او استوى الامران يعني احتمالات الخطورة فيها 50%، يبقى هنا إن لم يجب الأمران لم يجب بل يحرم، في الحالة دي يحرم، لأن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لما فيه من الخطر، ولا بد من خروج الرفقة، الرفقة في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه إن احتيج إليهم لدفع الخوف، يعني محتاج برضو يبقى معاه ناس تؤنسه ما يخرجش مستوحش لوحده. فإن أمن الطريق بدونهم بحيث لا يخاف الواحد فيها فلا حاجة للرفقة ولا نظر للوحشة هنا، بخلافها في التيمم. طب افرض ان هو ما يهموش، ده هو بيحب يبقى لوحده وما بيستوحش، تفرقش معاه، بل بالعكس ده هو طريقته في حياته يحب يمشي لوحده ويحب يسافر لوحده، طبيعته كده، يبقى في الحالة هنا نقول له خلاص مش مهم الرفقة روح حج، بخلاف ايه
في التيمم، نقول له روح ابحث عن الماء في حدود لا تستوحش عدم الرفق في التيمم. ما هو لا يجوز التيمم اللي عند فقد الماء، وفقد الماء لازم يبحث عن الماء عشان يتحقق من فقده. طب يبحث الماء في اي دائرة؟ في دائرة لا يستوحش فيها عن الرفق. طب ليه قلنا هنا في التيمم مشروط فيه ان هو لا يستوحش، وفي الحج ان هو حتى لو لم يستوحش في الحالات دي يبقى له ان يحج؟ لان في التيمم له بدل، الماء فقد الماء له بدل وهو التيمم، والحج لا بدل له. فهمت؟ زي حكايه الجمعه هناك، زي حكايه الجمعه هناك، نفس القاعده ماشي. ولا نظر للوحشه هنا، هنا اللي هو ايه في الحج، بخلافها في التيمم عند البحث عن فقد الماء، بخلافها في التيمم حال البحث والتحقق من فقد الماء، لانه لا بدل لما هنا في النسك، بخلاف ما هناك اللي هو بدل فقد ايه الوضوء التيمم موجود، بدل الوضوء التيمم له بدل. ظنا اي او يقينا بالطريق الاولى، وعباره المنهج ولو ظنا، وقوله بحسب ما يليق بكل مكان، اي فلا يشترط الامن التام كما يكون في بيته. قوله فلو لم يامن الشخص الى اخره، تفريع على مفهوم الشرط. وقوله على نفسه اي او نفس محترمه معه من اهله واولاده، والعضو كالنفس ومنفعته كذلك. وقوله او ماله اي المال الذي معه ولو لغيره، والمراد ماله الذي يحتاجه لنفقة ونحوها، لا مال تجارة مثلا، فلا يشترط إلا من عليه، حيث فلا يشترط الأمن عليه حيث كان يأمن عليه لو أبقاه في بلده، وإلا فلا بد من الأمن عليه. يعني المال، مال التجارة، ماله اللي محتاجه في طريقه ده يشترط الأمن عليه. طب مال تجارته، هل يصفي تجارته ويشيل مال تجارته معاه كمان في الطريق؟ قال لك لا، ان امن ان يتركه في بلدي فلا يشترط الامن على ماله، فان لم يامن ان يتركه في بلدي فيشترط الامن ايضا على ماله. واضح؟ قوله او بضعه اي او بضع غيره كحريمه. وقوله لم يجب اللي هي اعضاؤه، يعني قوله لم يجب عليه الحج اي ولا العمره، ومحله كما هو ظاهر حيث لا طريق له غير ذلك الطريق. ويكره بذل مال للرصديين، وهم الذين يترصدون من يمر بهم ليأخذوا منه شيئا، لأن ذلك يحرضهم على التعرض للناس سواء كانوا مسلمين أو كفار، سواء كانوا مسلمين أو كفارا. لكن إذا قاومهم الخائفون في الثاني اللي هو الكفار، سن لهم أن يخرجوا للنسك وللقتال ليجمعوا بين ثواب النسك والجهاد في سبيل الله تعالى. كان زمان في قطاع طرق، فايه الحجاج كانوا يعملوا ايه؟ يبقى محزم ماله الاصلي في وسط حاجته عشان يبقى بعيد، ولما يطلعوا طرق قطاع الطرق حاطط حاجات كده بسيطه عشان ايه يديها له، ويقوم يسيبوه يكمل رحلته. يقول لك لا، لان ده هيشجعهم، فما يشترطش ان هو ايه يعمل كده في الحج لحد ما ينتظر لحد ما يتقبض على الجماعه دول والطريق يامن، يبقى يروح يحج. واضح؟ طب افرض اللي بيترصدوا دول كفار، يبقى ان كان عنده قدره على دفعهم وقتالهم عشان يؤمن للمسلمين، فيخرج للنسك فياخد ثوابين، ثواب التامين للمسلمين وثواب النسك. يعني المسلم لو كافر، للمسلم لو ظالم، لا تتعرض له طريق دمه، لكن الكافر مش مشكله، خلافا لفقه ايه المجاهدين بتوع الزمن بتاعنا، يفجروا نفسهم في وسط المسلمين ويقتلوا المسلمين من اجل ان هو يجاهد الكفار. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال ليس مني من يقتل مسلما في وسط الكفار، في وسط الكفار. احاديث مرويه كثيره في هذا المعنى، الرسول قال ليس مني، ليس من الجهاد، بل لو اختلط المسلمين مع الكفار تتوقف عن القتل خالص لحد ما يتمايزوا، لو تزيلوا يعني تمايزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني وفق النبي في صلح الحديبية مع التنازل عشان يحمي المسلمين المستضعفين في مكة اللي مش عارفينهم المسلمين اللي مع النبي، عشان لو كانوا دخلوا مكة كانوا هيقتلوهم في وسط الكفار وهم مش عارفينهم. واضح؟
فده فقه مهم نعرفه في هذا الزمان، لأن الوقت استحر القتل بين المسلمين بأيدي المسلمين وسموا هذا جهاد في سبيل الله. لا، ده مش جهاد، حرام. قوله وقوله مبتدأ خبره ثابت في بعض النسخ، وقد علمت أنه على ذلك البعض يعد وجود الزاد والراحلة واحدا ليصح جعل الشرائط سبعة، وإلا كانت ثمانية، وعلى بعض النسخ الساقط منها ذلك يكون جعلها سبعة ظاهرا بجعل وجود الزاد والراحلة شيئين. قوله وإن كان المسير، وفي بعض النسخ وإن كان السير، وهو معنى المسير لأنه مصدر ميمي بمعنى السير، وهذا الشرط لأصل الوجوب، الشرط ده لأصل الوجوب عشان يبقى إيه دليل على الوجوب أصلا، كما يقتضي صنيع المصنف، وهو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة. وإن اعترضه ابن الصلاح وقال إنه شرط لاستقراره لا لأصل الوجوب، فيجب عليه النسك مطلقا ولا يستقر عليه الوجوب إلا بالإمكان، فلو لم يمكنه سقط الوجوب، فقد صوب النووي ما قاله الرافعي، وقال السبكي إن نص الشافعي يشهد له. والخلاف ده خلاف لفظي مش معنوي على فكرة، استقرار الوجوب ولا أصل الوجوب تلاقي اختلاف لفظي مش معنوي. والقول والمراد بهذا الإمكان أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة إلى آخره، أشار بذلك لأن الإمكان إنما يعتبر من حين الاستطاعة، ولابد من دوام الاستطاعة من وقت خروج أهل بلده منها كأهل مصر، فإن عادتهم الخروج منها يوم 27 من شوال وعودهم إليها في آخر سفر، فلو خرج عن الاستطاعة في جزء من ذلك لم يجب عليه النسك. وقول السير المعهود، فلو كان وليا لله تعالى وأمكنه أن يكون في مكة بخطوة واحدة، لو يسموه أهل الخطوة مثلا، لم يلزمه النسك، لأن الشارع إنما يعول على الأمور الظاهرة ما لم ينتقل بالفعل، فإذا انتقل طب بالفعل وجب عليه بقى في مكة ويكون هناك فإنه يلزمه. فإن أمكن أي السير من حيث هو لا بقيد المعهود، وإلا لم يظهر قوله إلا أنه يحتاج إلى آخر مثال ذلك، إذا خرج أهل مصر يوم 27 من شوال وهو لم يجد الزاد والراحلة وما يتعلق بهما إلا بعد ذلك بيوم أو أكثر، ما يلزموش بقى أنه هو يمشي يلحقهم ويقطع المسافة اللي بيقطعوها هم في يومين يقطعوا في يوم عشان يلحقهم، ما يلزموش. وإن أمكنه أن يلحقهم بقطع مرحلتين في يوم أو يومين مثلا. وقوله لم يلزمه الحج للضرر، أي بل يحرم عليه إن تحقق أو غلب على ظنه الضرر. ونقف على أركان الحج إن شاء الله يوم الخميس القادم. كده احنا خلصنا الاستطاعة بتفاصيلها، فنرجو ان المسلمين يعلموها لباقي المسلمين في هذا الزمان لغياب هذا الفقه عنهم، ويعرضوا انفسهم لبعض المضار دون يعني ان يطلبها الشرع منهم. والله تعالى اعلى واعلم. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بانوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.